السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أرحب بمعالي وزير المالية الأستاذ عمرو الجرحي. معالي الوزير، يعني كانت الحكومة قالت أنها أرسلت فعلا هذا القانون إلى مجلس الدولة، هل بالفعل تم إرساله إلى مجلس الدولة؟ أيوة تم إرساله مجلس الدولة. تم إرساله مجلس. طب بكرة هتدور أول جلسة مثالي نقاشية حول القانون في المجلس، تمام. هتدور على إيه؟ هل هي على الاختلاف في موضوع أنها تبقى 12 ولا 14، ولا تبقى هتدور على تفسيرية ولا إيه؟ الحقيقة هو المهم حقيقة أنك تعرف أن إحنا بقالنا تقريبا في حدود شهر ونص في نقاش مستمر مع لجنة الخطة والموازنة، وحضرنا اجتماعات مع اللجنة الاقتصادية، وتمت لقاءات استماع كثيرة جه فيها الكثير من المجموعات اللي هي في المجتمع الضريبي، سواء شركات في مجالات مختلفة، وتمت على فترات كثيرة، يعني عقد يعني في حدود من 13 ل 15 اجتماع لمناقشة القانون، وتم مراجعة القانون مادة مادة، وتم النقاش بالنسبة لقائمة الإعفاءات، وتم مناقشة القانون زي ما قلت لحضرتك مادة مادة، وتمت المراجعات، بحيث أنه من وجهة نظر اللجنة أو من وجهة نظرنا أنه النقاش اللي بيتم في حاجة أو في تعديل مطلوب بيتم كان بيناقش بمنتهى العمق مع لجنة الخطة والموازنة. والحقيقة يعني قاموا بعمل كبير، سواء في التجهيز لجلسات الاستماع مع اللي بنسميهم الشركاء أو المعنيين بالقانون، وقاموا بعمل كبير في مراجعة القانون ومناقشته بعمق مع لجنة الخطة والموازنة، وكذلك مع في مرات أخرى مع بكرة في إيه؟ بكرة حضرتك احنا يعني بيعرض التقرير اللي لجنة الخطة والموازنة بتعمله، بيعرضه رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى، وبعد كده بيفتح النقاش وبيبتدي المناقشات حوالين ده في الجلسة العامة. ده في الجلسة العامة، يعني 600 عضو ممكن يسألوا حضرتك بكرة. احنا يعني تحت أمره. طيب واحنا بنقول ان احنا بس يعني لازم الأول حقيقة يعني أشيد بأداء لجنة الخطة والموازنة في الشغل اللي عملوه بوضوح الحقيقة. طيب يعني هل هو يبقى تصويت مبدئي بكرة؟ يعني الأول يوم اللي طبعا اللي احنا فاهمينه ان يبقى فيه تصويت مبدئي بالموافقة على القانون، واخبار حقيقة زي في ضوء العرض بتاعت يعني في ضوء العرض اللي بيتم من لجنة الخطة والموازنة، وبعد كده في المناقشات اللي بتتم فيما بعد. حدود معلوماتي ان معظم النواب لن يوافقوا على 14%، ماذا تفعلوا لو لم يوافقوا على 14%؟ بص حضرتك المجلس هو اللي بيحط التشريع، احنا اللي علينا في نهايه الامر ان احنا نشرح الاسباب ونشرح المقارنات، وليه ان احنا لو بنطلب المعدل ده وفي ضوء الاعفاءات زي ما قلت حضرتك قبل كده، مع اللي علينا ان احنا نشرح للمجلس النواب الموضوع بكل صراحه وبكل وضوح في اطار اللي مطلوب تحقيقه. طب معالي الوزير، يعني ممكن نرجع تاني لموضوع القيمة المضافة، لكن في موضوعات تانية مهمة جدا. حضرتك كنت في واشنطن وحضرتك كان في لقاءات مع نائب رئيس الصندوق، وكانت دايرة عن ايه؟ لا هو في نفس الإطار اللي احنا بنتكلم فيه البرنامج واستكمال المناقشات، ما فيش حاجة جديدة. احنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك انه في ناس كتيرة بتتعامل مع فكرة الصندوق انه حد بيفرض شروط، حك زي ما انت عارف يعني الصندوق ما بيجيش يخبط على الدول ويقول لهم انا معايا قروض اديها لكم وعايز افرض عليكم شروط. انت حقيقة النهارده في اوقات بتصل فيها الى درجه صعوبه قد تحتاج فيها ان انت تقول للعالم ان انت النهارده بت 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 بتعمل على اصلاحات اقتصاديه، وهذه الاصلاحات الاقتصاديه ان انا عايز نقص فيها عجز الموازنه ونقص فيها وعد واشتغل على السياسات الماليه والنقديه ونزل وسيطر على نمو الدين ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، وقد يتطلب هذا الامر في اوقات ان في حد بيقول فعلا احنا رجعنا البرنامج المصري، وفعلا ان احنا بنرى انه برنامج قابل للتحقيق وان ده برنامج الحكومه المصريه، زي ما اتقال وقيل اكثر من مره ان ده برنامج الحكومه المصريه، دي الموازنه اللي كانت معده وداخله لمجلس النواب بفيها عجز موازنه 9.8%، اللي علينا ان احنا نحافظ على تحقيق مثل هذا الهدف. طب هقول لحضرتك كلمه اتقالت لي مره، هو برنامج مصري وليس برنامج الصندوق، واللي عدته الحكومه المصريه، ولكن الحكومه المصريه كانت عارفه صندوق النقد عايز يسمع ايه، فحطته في البرنامج من قبل ما صندوق يقوله،
وادهوله عشان خاطر يوافق عليه. مش صحيح يا فندم، مش صحيح، لانه حضرتك لو بتتكلم على قانون القيمة المضافة مناقشاته ابتدت من سنة 2010، لو بتتكلم على قانون الخدمة المدنية ما هو موجود من فترة طويلة، لو بتتكلم على انه في برنامج لتحريك الاسعار في الكهرباء ده بيتم من سنة 2014، فبالتالي ما فيش اي حاجة من الحاجات دي ان انت بتعملها النهاردة عشان الصندوق يسمعها، ده مش صحيح. هو ليه دايما احنا بنتصور ان احنا لما نبقى عايزين عندنا اختلالات مالية ولا اختلالات في السياسة النقدية لأسباب حصلت في الفترات السابقة، ليه بنتصور دايما ان احنا بنعمل حاجة علشان نسمع صندوق النقد؟ يعني ليه ما يبقاش عندنا قدر من الثقة ان احنا ممكن نكون بنعمل حاجة علشان شايفين ان احنا ده الصح، رحنا شايفين ان ده الصح، وشايفين ان احنا اتحركنا لفترة طويلة حصلت فيها اخطاء، حصلت فيها ضغوطات نتج عنها ان احنا بنتكلم في عجز موازنه لفتره 6 سنوات متتاليه من 10 ل 11 ل 12 ل 13. خلي بال حضرتك ان في سنه من السنين 13 14 لو لم تجئ لنا دعم ومنح من الدول العربيه كان ممكن يبقى عجز موازنه 16%. طب حضرتك هل المطلوب ان احنا النهارده نبقى عايشين على فكره انه في حد دايما هيساعدنا، ولا نبتدي نتعامل على مواردنا نساعد نفسنا؟ طبعا بالظبط كده. طيب حضرتك النهارده واحنا بنقول ده، النهارده اسعار البترول واسعار الكوموديتيز عموما السلع عالميا في ادنى مستوياتها. لو ما كانتش في ادنى مستوياتها كان هيبقى عجز الموازنه قد ايه؟ حضرتك لو قلنا مثلا يعني 14 15 و15 16، لو كان لسه مثلا البترول عند 100 دولار كان ممكن نبقى في عجز مثلا في حدود ال 14 ل 15%. يعني طب لو احنا النهارده بنقول ان احنا هذه الاسعار خبطت القاع خلاص وبدات هذه الاسعار ترتفع سواء كان بترول او سلع، بدات ترتفع في خلال الشهور القادمه، ايه بلان بي اللي موجود عندنا؟ بص حضرتك، هو الفكره كلها طبعا احنا بنراجع الاسعار بصفه مستمره، واحنا النهارده مش في القاع كان عند ما شفنا العشرينات. احنا مثلا ممكن تتكلم النهارده انه حضرتك في برنت مثلا في حدود ال 48 49 دولار، واخد بالك سيادتك ازاي؟ انا قصدي انها مش هتنزل عن كده يعني بص حضرتك كل شويه في تحليلات بتطلع بطريقه مختلفه، كل شويه الداينامكس بتاعت السوق بتتغير بطريقه مختلفه، في نوع من انواع التنافس على الحفاظ على ما يسمى بالنصيب السوقي او الماركت شير للدول الكبيره اللي بتشارك في الكلام ده، وبنسمع مرات انه بيتكلموا على ان هم هيقعدوا يتكلموا ويعملوا فريزنج ليه، مش فريزنج، مش هيقفوا الانتاج، يعني ان هم يثبتوه عند مستوى معين، ولكن بيتقال كلام وبيتعمل كلام مختلف. العالم النهارده لو بتتكلم حضرتك من ناحيه في نمو اقتصادي متباطئ، اخبار حضرتك ازاي؟ فلما يبقى في نمو اقتصادي متباطئ يبقى الطلب على المواد البتروليه ما بيبقاش كبير، فالتوقعات ان احنا بنستمر عند مستوى اسعار بيتراوح من ال 45 ل 50 دولار ده ممكن يكون مستمر معانا لفتره من الزمن. ماذا لو حدث عكس ما نتوقع؟ بص حضرتك احنا لسه ما الموضوع ده ما طرحناهوش للمناقشه وما بصناش فيه بشكل متكامل، ولكن الفكره كلها احنا حضرتك ما هو موجود عندنا هو التحقيق، ما هو موجود في احنا عايزين نحافظ على، يعني لازم نعمل على انه عجز الموازنه يبتدي تدريجيا يخش في مسار سليم. يعني في عندنا خطه بديله لو حصل؟ بص حضرتك لسه لغايه دلوقتي ما يعني لانه المستويات اللي احنا فيها مستويات ما زالت معقوله، فالموضوع ده بيدرس برمته. طيب رجوعا حضرتك لموضوع القرض ال 12 مليار دولار على 3 سنين هيروحوا في ايه؟ بص حضرتك هو مفيش بيبقى تخصيص مبالغ جايه لموضوع معين، هو انت حضرتك بتتكلم النهارده على فجوه تمويليه في خلال الثلاث سنين اللي هي اللي احنا فيها والسنتين القادمتين بيزيد عن حدود 30 ل 34 مليار دولار، وده بيتقسم على مدار الثلاث سنوات، فانت محتاج تمويل خارجي. خلي بال حضرتك انه واحد اللي بيحصل ايه؟ انه عندك اختلالات او صعوبات ماليه في العجز وغيره، فبتحصل على بتحصل على في البدايه بتحصل على قروض عشان تغطي الفجوه التمويليه، لما بتتحط على المسار الصحيح بيبتدي
يحصل نوع من الرغبة في زيادة الاستثمارات، أو بيبقى في ناس عندها، خلي بال حضرتك إن في ناس كتيرة بتبص لسوق مصر كأنه سوق واعد سواء في الاستثمارات المباشرة أو الغير مباشرة، وفي بنقعد مع بنوك كتيرة وزملاء لينا بيسافروا في مؤتمرات مع مستثمرين سواء استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر. المعلومات الأكيدة وموجودة عندنا إن في ناس عندها كتير رغبات إنها تخش فيه تستثمر في مصر في الوقت الحالي، ولكن إن أنت لازم بيشوف إن أنت بتتحرك على الإصلاحات الاقتصادية بشكل سليم وبتحطها في المسار السليم بتاعها. طب ما الإصلاحات الاقتصادية دي جزء منها طبعا زي ما حضرتك قلت من شوية هو الفجوة الكبيرة اللي موجودة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي في موضوع الدولار. فبالتالي المشكلة دي هنتعامل معاها إزاي؟ هل ال 12 مليار اللي هيقولنا على 3 سنين هم دول اللي هيستخدموا في سد هذه الفجوة؟ لا حضرتك، وانت بتطبق يعني سياسات نقدية سليمة، سياسات نقدية فيها قدر من انك تقدر توصل ليه توازن في الأسواق. طبعا جزء منها ان انت بعد كده بيجي لك يعني لما بيجي استثمارات، لما بيجي تحقق هذا القدر من الحصول على القروض وتمويل الفجوة التمويلية اللي عندك، وبيبتدي بعد كده بيحصل تدفق استثمارات، لان الكلام ده شفناه قبل كده في الفترة ما بين 2004 ل 2010 كان في مشاكل بهذا الشكل، ولكن بعد ما ظبطت امورك ابتدت الاستثمارات تيجي لك بشكل كبير. خلي بقى الحقيقة ان احنا في فترة ما بين 2007 و2008 و2009 ما كناش بندافع عن الجنيه المصري، احنا كنا بندافع عن الدولار من كتر ما كان في تدفق من دولارات موجودة للسوق المصري. كنا مرات بنوقف يعني الانفلو من الدولارات او تدفق النقد الدولاري اللي موجود، لانه يمكن بيقوي عملتك بزياده، واخد بالك ازاي؟ فانت دايما عندك مشكله في التصدير. فبالظبط، فانت بتوزن ما بين ان انت يبقى عندك تنافسيه في الاقتصاد بتاعك، لانه دول كتيره بتبقى عندها رده فعل للتغير في عندهم. يعني مثلا خد دوله زي روسيا، لما سعر البترول نزل من ال 100 دولار لل 40 دولار والكلام ده كله، العمله عنده انخفضت ب 125%، لكن روسيا دوله كبيره وفيها صناعه كبيره. دول اخرى زي مثلا كازاخستان قلت فيها العمله ب 200%، انجولا نفس القصه، الدول كلها بتتحرك. لكن في دول تانية حضرتك بتستخدم العمله عشان تدعم من صادراتها وتدعم من صناعتها بشكل كبير. فانت النهارده لازم دايما يكون عندك قدر من التوازن فيما تفعله. طيب حضرتك، واحنا شايفين الصوره قدامنا المنظر ده، بس طبعا 2003 2004 حال المنطقه، يعني نقول 7 8 9 كان في برضو حاله ركود، بدايه الازمه لسه مستمره، هي ما خلصتش لسه مستمره، لكن ما كانش حال المنطقه عامل زي ما هو عامل دلوقتي. هل ممكن نتوقع تدفق استثمارات بالحاله السياسيه والعسكريه والارهابيه اللي فيها منطقه الشرق الاوسط؟ بص حضرتك، ده يعني كلام حاصل ب مقابلات فعليه، انه ناس عندها رغبه انها تستثمر في مصر سواء مباشر او غير مباشر. خلي بالك انك بتتكلم على اقتصاد حجمه كبير وسوق حجمه كبير جدا وفرص فيه متنوعه، لان انت بتتكلم على اقتصاد متنوع بشكل كبير، واللي حصل في السنتين اللي فاتوا بيجهز بشكل كبير لاستقبال مثل هذه الاشياء. حضرتك لو كنت ترجع من سنتين مستثمر بيجي بيقول لك عايز كهرباء، بتقول له ما عنديش. لو بيقول لك مثلا طب عايز غاز عشان صناعه كذا وكذا، بتقول له ما عنديش. طبعا مش بنتكلم في الصناعات كثيفه الطاقه، احنا عايزين صناعات كثيفه العماله، احنا عايزين لو صناعات كثيفه الطاقه تبقى الدوله، لان دي في الاساس موارد الدوله. فمش عايزين يعني نكرر ما حدث قبل كده في ان احنا بندي حاجات صناعات كثيفه الطاقه لما هو خارج الدوله، فده يجب ان نحافظ عليه. اللي احنا عايزين نشجعه ونشتغل عليه ان احنا نشجع الصناعه بتاعتنا بشكل كبير، نشجع الصناعه اللي هي كثيفه العماله بشكل كبير، نشجع المصنعين بتوعنا، نشجع قدرتهم على التصدير بشكل كبير. ده امر هام جدا، لانه ده اللي هيقدر يعني يتحرك بينا لقدام بشكل كويس. خلي بال سيادتك انه لو بتقارن مثلا مصر ببعض دول اخرى، لو قلنا اندونيسيا، لو قلنا تركيا، لو قلنا كوريا، لو انت رجعت لمنتصف السبعينات وشفت حجم الناتج الصناعي في الدول دي بالمقارنه بينا، كان بيتراوح ما بين 1.5 مليار دولار ل 5 مليار دولار. احنا النهارده الناتج الصناعي عندنا في حدود ال 50 مليار دولار، تركيا في حدود 130، اندونيسيا 190، وكوريا 390. مهم قوي ان انت النهارده بتشجع الصناعه بتاعتك وبتقف جنبها وبتساعدها انها تصدر وتبقى قويه، بحيث ان انت تقدر تنتقل الانتقال ده. مهم قوي ان انت تحقق نسب نمو
كبيرة على فترات طويلة 6 و7%، وعلى أسس سليمة لفترات طويلة. بالضبط كده. طيب حضرتك مع الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، لأنه خلينا أقول لحضرتك حاجة، أنه من 2009-2010 لغاية السنة المالية اللي احنا فيها 2016-2017 ما كان يصرف على برامج الحماية الاجتماعية وما فيها دعم المعاشات كان في حدود 33-34 مليار. احنا دلوقتي بنتكلم في حدود 125-130 مليار. يعني مع الصعوبات الموجودة الحكومة، وأنا ما كنتش موجود، أنا بقالي يدوب 5 أشهر، الحكومة لم تتوانى ولم تتراجع عن فكرة أنها تدعم برامج الحماية الاجتماعية، تدعم من هم أقل دخلا. كانت امبارح الدكتورة غادة والي كانت معنا على التليفون، وكنا بنبارك لها أن يعني عن نهاية السنة موضوع تكافل وكرامة هيوصل لمليون مواطن. والنهاردة برضو جات لي معلومة أن تكافل وكرامة بقى بينظر إليه في بعض المؤسسات الدولية ان هو ممكن يبقى حاجة، يبقى نموذج ممكن يطبق في بلدان اخرى. بس النهاردة الصندوق طالب اننا عشان يدينا 12 مليار طالب ان احنا نستكمل ده ويبقى عندنا 6 مليار اخرين نجيبهم من مصادر سماها ثنائية. مين اللي هيدينا بقى البايلاترال ده؟ لا ده حضرتك امر مش صعب، وامر احنا يعني شغالين عليه، وما يعني ما هواش امر في الظروف اللي فيها العالم دي سهل نجيب 6 مليار ان شاء الله. ازاي؟ لا ده حضرتك بيبقى يعني ده 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 شغل بيحصل لا شغل بيحصل ما بيننا وما بين الصندوق لفكره انه البرنامج يبقى مكتمل العناصر، واخد بال سيادتك ازاي، ان انت بتغطي الفجوه التمويليه اللي موجوده عندك. يعني فده امر بيحدث فيما بيننا وما بين الصندوق بشكل كامل. احنا بنتكلم على ايه، دول خليجيه ولا بنتكلم على دول؟ بص حضرتك يعني كل البدائل متاحه. الدول العربيه وقفت جنبنا بشكل اكتر من رائع من نص 2013، ساهمت معانا بشكل كبير، وقفت معانا بشكل كبير وبصور مختلفه. فبالتالي احنا كل البدائل قصادنا مطروحه. السندات الدولارية اللي هتطرحها مصر في الفترة اللي جاية جاية في توقيت صعب. هل هي أولا هي جزء من الستة مليار دول السندات الدولارية؟ أظن احنا هم مليار ونص اللي بنطرحهم، مش كده؟ لا احنا يعني بنتكلم في حدود حوالين رقم الثلاثة، قد يزيد 3 مليار. قد يزيد قد يخل، وهنقدر نغطيهم في حضرتك دي؟ في الوقت الحالي إقبال شديد على فكرة سندات تبقى طالعة من الأسواق الناشئة في يعني ما يسمى بفلوس مضارة أو asset under management، مبالغ كبيرة موجودة وعندها رغبة قوية في الاستثمار. لما بحد بيروح للأسواق وبيكون عنده برنامج إصلاحي قوي ومحترم وبتوضح فيه أن أنت ماشي على طريق سليم، بتبقى في رغبة للدخول في مصر. كان عندنا تقارير بنتكلم عنها في خلال الأسبوع الماضي، بنتكلم على أن السعودية هتطرح 16.5، قطر طرحت أظن في فبراير 9 وهتطرح 5 تانيين، البحرين هتطرح، الإمارات بتفكر جدية لأنها تعمل في حالة ازدحام هتحصل شديدة جدا في شهر 9 و10، ممكن تخلي الإقبال أضعف أو على الأقل تخلي السعر يغلى. احنا حضرتك بنشتغل مع بنوك، يعني احنا مش يعني في بنوك عالمية بتيجي وبتعرض علينا اللي موجود وبتقول لنا ايه اللي متاح واذا كانت الفرصة متاحة وجيدة. عندنا تأكيدات ان الأسواق في الوقت الحالي وبالذات الأسواق اللي هي الناشئة في رغبة موجودة كبيرة عند مديرين الأموال أو الفند مانجرز اللي موجودين، عندهم رغبة في الدخول في مثل هذه السندات. متوقعين انها تبقى سعر الفايدة بتاعتها ايه؟ لا بتختلف حسب المدد، يعني احنا دلوقتي بنبص على ممكن حاجات مختلفة، ممكن نطلعها 5 سنين، ممكن نطلعها 10 سنين، ممكن نطلعها 30 سنة، فحسب كل مدة طبعا. لما المدة بتطول السعر بيعلى اكتر. لكن انا سامعين على ان المتوسط العادي انه هتبقى في حدود 6% بدل ما هي كانت مثلا 3% مؤخرا. لا ما كانتش 3% مؤخرا، يعني احنا يعني حتى السندات اللي يمكن اصدرناها السنه اللي فاتت كانت بتتخطى ال 5% او 5.5%. فاحنا يعني في نفس السياق في المدد اللي هي متوقع في حدود ال 6%. مظبوط. هل مصر مستعده انها تدخل تشتري في الباندا بوندز؟ لسندات اللي هتطرحها الصين باليوان؟
بص حضرتك، احنا يعني كل البدائل بنشوفها، بس بنشوف ما هو انسب لينا من ناحيه التسعير ومن ناحيه ملائمتها لينا، فبندرس الموضوعات كلها بقدر مفتوح. واحنا في نهايه الامر زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنتكلم على يعني اقتراض من الصندوق او اصدار سندات، ولكن بعد كده الاهم هو اكتزاب استثمارات مباشره واستثمارات غير مباشره، وان الاقتصاد يبتدي يعمل بصوره طبيعيه وبصوره قويه لتحقيق معدلات النمو. وهو ده الامر الاهم بكثير. هي احنا لن نستطيع ان نعيش على الاستدانه، احنا بنحاول نحافظ على الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي في مستويات معقوله ما تخطاش ال 20%، ولكن الاصل في الموضوع كله هي قدره الاقتصاد ان هو يعمل بطريقه سليمه وبطريقه قويه ومتعافيه، بحيث ان احنا نحقق نسب نمو كبيره نقدر نستوعب بيها سوق العمل. احنا بنتكلم دلوقتي بيخش سوق العمل في حدود 700,000 في السنه، في خلال اقل من 10 سنوات ممكن نوصل لمليون. فالامر يستوجب معانا ان احنا نتحرك على يعني اصلاح الاختلالات الموجوده بشكل كبير. طب احنا دلوقتي حصل الاتفاق بيننا وبين الصندوق على مستوى الخبراء بالظبط، ثم ننتقل الى مستوياته. انا عارف ان حضرتك لا 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 خالص، احنا قاعدين مع حضرتك عندي شويه رسائل بعد اذنك. فعندنا يعني عندنا مستهدفات موجوده مع الصندوق، المستهدفات دي هي موضوع معدل النمو، عندنا مستهدف هو تخفيض الدين العام، هو اننا عجز الموازنه ينزل، اننا نتعامل في موضوع الدعم. في المستهدفات دي ايه الارقام اللي احنا قلنا لها اتفقنا عليها مع الصندوق؟ هو ده موجود حضرتك في الموازنه، يعني احنا قدمنا الموازنه للبرلمان وهي دي الموازنه اللي احنا مقدمينها، يعني الارقام دي اللي احنا مقدمينها ليه الصندوق. يعني احنا بنتكلم النهارده على نمو ممكن يكون في حدود من 4.5 ل 5%. يعني الكلام دلوقتي قال انه بقى 4.2 مش كده؟ يعني التوقعات اللي جايه من موديز وغيره بتقول 4.2. بص حضرتك، ما هو المؤسسات دي بتعمل توقعات، احنا بنتكلم من عشان كده بقول لحضرتك مستهدف غير التوقع بالظبط. يعني في حد ممكن يحط توقع من منظوره انه يبقى اقل من كده. خلي بال حضرتك برضو انه يعني مرات لما تكون بتشتغل في حاجه وانت النهارده التوقيت نفسه بيفرق، لكن الفكره كلها ان انت تبتدي تتحرك فيه الاتجاه اللي انت عايز تتحرك فيه. فاحنا بنقول والله النهارده عايزين نحقق عجز موازنه نكسر رقم ال 10%، عايزين نبتدي تدريجيا مش نخفض الدين العام، نخفض نسبه الدين العام للناتج المحلي الاجمالي. يعني نزود، يعني نزود الناتج المحلي الاجمالي. الناتج المحلي الاجمالي يتحرك، لانه خلي بال حضرتك في تكوينه للنمو، يعني في 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 النمو اللي هو النومينال والريل. لما بتقول نسبه النمو، لكن بعد كده في نمو حقيقي و اللي هو بيبقى في عامل التضخم. انا الافضل لي ان انا ازود نسبه النمو الحقيقي واللي راكب عليها كمان ما يسمى بالديفليتر او التضخم، ما يبقاش يبقى الفرق ما بين الاثنين كبير، عشان انت عايز تنمو بطريقه صحيه كارقام واخد بال سيادتك ازاي. فاحنا بنتكلم على عجز اقل من ال 10%، يعني نكسر ال 10%. بنتكلم في نسبه الدين للناتج المحلي الاجمالي نقل عن الارقام اللي احنا فيها 98 او 99، نبتدي ننزل ل 95 بالتدريج كنسبه، لان الرقم المطلق هيستمر يزيد، مش هيقف غير ان انا لما ابتدي انه ما يسمى بالعجز الاولي يبتدي يتحرك من انه يبقى سالب انه يبقى ابتدي اقلل نسبه سلبيته الى ان اصل ليه مستوى انه مصروفاتي او ايراداتي ناقص مصروفاتي ممكن تكون تقل الفرق ما بينهم، وبالتالي تدريجيا يبتدي اعتمادي على ان انا اقترض بشكل كبير يبقى بهذا القدر. فبالتالي بالتدريج ابتدي بقى الرقم المطلق نفسه يثبت وممكن يقل بعد كده، بس دي هتاخد شويه وقت. انت اللي عايز تشتغل عليه ان انت تقلل النسبه. معالي الوزير، كان حضرتك كنت في واشنطن يوم الخميس اللي فات، وكان انا عندي ضيوفي وكنا بنناقش ايه الموارد الاخرى اللي ممكن الدوله تقدر انها تنميها بعيدا عن فرض الضرائب والرسوم. صحيح. وطرحت موضوعات الحقيقه كثيره جدا وقيمه جدا، ومشاهدينا كانوا الحقيقه متجاوبين وهم نفسهم طرحوا حاجات كثيره. ولكن توقفنا عند موضوع هو في صلب عمل وزاره الماليه وهو الجمارك. والجمارك، وفي النهارده حضرتك اكيد سامع ان في حاله تسيب الى حد ما موجوده في بعض النقاط الجمركيه بتؤدي الى مشكلات موجوده، ممكن بنيجي نعالجها باتخاذ اجراءات، زي في ناس اشتكت من اللي كان موجود في اسكندريه على موضوع الوزن وما الى ذلك في عمل التكدس. ولكن الجمارك هي جزء اساسي من ان احنا شايفين قدامنا هذا الكم من البضائع اللي موجوده في السوق
اللي ملهاش ضابط ولا رابط مقارنة بالبضائع المحترمة اللي بقت مختفية من السوق لأنها بتدخل مجمركة وما إلى ذلك. هنظبط العملية الجمركية. بص حضرتك، هو يعني أنا مش عايز برضو أخد حق الناس، لأنه فيه بالتأكيد مجهود بيبذل ماشي، وخلي بال حضرتك زي ما قلت لك إنه مؤسسات الدولة في أوقات بعد في 11 و12 و13 ممكن تكون اتعرضت ليه ضغوطات كبيرة، ولكن في مجهود بيبذل من الناس بشكل كبير، في حاجات اللي حضرتك بتسميها او يعني اللي الناس بتتكلم عليه اللي هو التهريب، وفي اللعب في الفواتير اللي هو ما يسمى بالاندر انفويسنج او حط الفاتوره باقل من قيمتها. واخبار حضرتك ازاي ده كل ده حاجات الناس بتشتغل عليها. واخبار حضرتك ازاي احنا اللي علينا ان احنا بنوفر كل الامكانيات، بنوفر التدريب، بنوفر المعدات، بنشتغل على قواعد المعلومات اللي يبقى فيه في تعديل قوانين تاني، في قانون للجمارك بيتحط فيه قانون، فيه بعض التعديلات، وفي قانون جمارك من ضمن الاصلاحات. هل هو قانون جمارك ده معناه ان انا النهارده سلعه تخضع تانية، ولا قانون الجمارك يعني بمعنى الفلسفه العامه؟ لا الفلسفه العامه للجمارك، الفلسفه العامه للجمارك، مش فكره اخضع دي وما اخضعش دي، لا قانون الجمارك بالكامل. خلي بال حضرتك ان احنا مرات بنلاقي نفسنا بنعمل حاجة وبعدين نقف عليها لفترات طويلة، يعني تيجي تناقش مثلا مذكرة أو حاجة يقول لك والقانون زي كان سنة 1958، فأنت بتشوف قانون موجود من سنة 58 وأنت لسه مش شغال عليه النهاردة. من الدولة العثمانية يعني بالظبط حاجة كده، فأنت لازم تتفاعل مع الحاجات دي وتجدد الحاجات دي بالشكل اللي يسمح إن أنت تتواكب مع ما هو موجود النهاردة في أرض الواقع، زائد إن إحنا برضو يعني هنبقى منفتحين على العالم الخارجي، ناخد الخبرات اللي موجودة في أي أماكن تانية بحيث إنها تساعدنا في منظومة العمل دي لأقصى درجة والأفضل طريقة. يظبط الأداء هذا القانون يعني، يظبط فعلا أداء الجمارك القانون، ولا الموضوع محتاج ما هو أبعد من القانون؟ لا القانون يعني أنت دايما ممكن تحط قوانين، لكن لو العمل على الأرض والإدارة للمكان نفسه ما كانتش في أحسن حال، ولم يكن موفر ليها أفضل الإمكانيات وأفضل قدر من التدريب، مش هتقدر تعمل حاجة بالقانون. الأصل هو الشغل على الأرض والشغل التنفيذي اللي بيتم، وتتأكد أن أنت عندك الطرق والأساليب السليمة في العمل وأحدث ما هو موجود من التكنولوجيات والتدريب وبيئة العمل اللي موجودة، بحيث أن أنت كمان تعتمد على قواعد البيانات والتكنولوجيا بشكل كبير. دي المبادئ، الخطة إيه بقى بالنسبة؟ ما هو لحضرتك قلت لنا دي المبادئ، احنا لابد انت توفر لدينا التكنولوجيات والمعدات. هتتكلم بالنسبه للجمارك يعني، هل بقى هل في خطه عشان خاطر الكلام ده فعلا يبقى موجود على الارض؟ طبعا اكيد في خطه طبعا، يعني ما يعني احنا بس يعني شغالين على حاجه، شغالين ولا هنستنى لما نخلص القوانين اللي قدام المجلس ولا لا 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 كله بيتم على التوازي يعني. طب هستاذن حضرتك في فاصل قصير، عندي ثلاث اسئله صغيرين كده وكم رساله من مشاهدينا، فمعلش هنسهرك، انا عارف ان حضرتك راح بدري قوي بكره مجلس النواب، فسامحونا يا جماعه مش هنطيل على معالي الوزير. نلتقي بعد هذا الفاصل. شكرا.